وذلك لإبراء الشخصية جوًا نحو الحكم. إذن نشاهد الآن قدوم طائرة الاستطلاع المسلح المسمى بالحارث، وذلك لرصد تحركات العدو، حيث أن على الرغم من القضاء على جميع العناصر المعادية الذين قاموا بالهجوم على نقاط التفتيش وعلى موكب الشخصية، إلا أن هنالك تحمي مراقبة لا يلام، فجدت مرماتا في هذا الحمى، وجدت بحري على الأرواح، بينما نشاهد أيها السيدات والسادة قيام فريق فرسان الإمارات من صقور القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة بتأدية عروض جوية باهرة تعكس شموخ وعزة وقوة الإمارات، وهم يطلقون ألوان. إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، من بأن نكون مثل ما تريد. وقاد مسيرة توحيدها مع إخوانه من الآباء المؤسسين، مبادئ ومواقف تليق بدولة انطلقت نحو المستقبل، فكسبت الرهان ورفعت التحديات وقهرت المستحيل، وباتت في مصاف نخبة الدول في العالم أمنا واستقرارا، نهضة وازدهارا، بناء وإعمار. مقولة الشيخ زايد طيب الله ثراه حين قال: لقد عمدنا لبناء جيش قوي ذي كفاءة كأبنائه العزة، واطمأن المواطنون به على عيشهم في أمن واستقرار. إننا دولة تسعى إلى السلام وتحترم حق الجوار وترعى الصديق، ولكن حاجتنا إلى الجيش القوي تبقى قائمة ومستمرة، ونحن نبني الجيش لا عن رغبة في غزو أو قتال، وإنما للدفاع عن أنفسنا. سيدي صاحب السمو
الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، إن قواتكم المسلحة تجدد العهد والولاء للقيادة الرشيدة، مؤكدين العزم على أن تكون الدرع الواقي لهذا الوطن العظيم والحصن الحصين للاتحاد، وأن تظل دائما جنودا أوفياء للوطن ولقائد الوطن، وافين بالعهد بارين بالوعد حافظين للأمانة، نؤدي الواجب بهمة وعزيمة ونكران الذات. نحن اليوم لا ننسى التضحيات لشهداء الإمارات، رحم الله شهداء الإمارات. مشاهدينا الكرام، مستمعين الأفاضل عبر قنوات دولة الإمارات العربية المتحدة، كنا معكم في نقل حي ومباشر لهذا العرض العسكري الكبير، حصن الاتحاد السادس هنا من شرطة من إمارة رأس الخيمة. إلى اللقاء في احتفالات ومناسبات وطنية وعسكرية أخرى، نحن على موعد مع الإنجاز بإشراقة كل شمس. اللهم اجعل هذا الوطن آمنا مطمئنا. تقبلوا تحياتي، كنت معكم في التعليق الرائد حمد عبد الله الكعبي، وفي الإخراج ساعد ظافر الجنيبي. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاتحاد بكل حال الزل التاريخ عنا والسنين، تحت راية الاتحاد بكل حال الزل التاريخ عنا والسنين، جيشنا من المطمة والامتدال واتكين وصدنا صد الرصيد، تحت راية الاتحاد بكل حال الزل الكرام. شكرا لكم على حضوركم لعرض حصن الاتحاد السادس هنا في رأس الخيمة، شكرا، وجودكم مكمل لجهود القوات المسلحة لدولتكم، هذه القوات التي قامت بعرض عسكري كبير هنا في موقع عرض حصن الاتحاد السادس في رأس الخيمة. هنالك في يمين المنصة في الأقصى هناك عند القرية الترفيهية هنالك يتوفر ألعاب ترفيهية ووجبات إذا يتواجد في القرية الترفيهية في أقصى اليمين وجبات شعبية وألعاب ترفيهية للأسر ولجميع من حضر من الآن حتى العاشرة ليلة. شكرا لحضوركم، ونتمنى حضوركم الآن في المرات القادمة بإذن الله في عرض حصن الاتحاد القادم في نسخته القادمة. اللهم اجعل هذا الوطن آمنا مطمئنا، ويبتي يا إمارات جيش قوي ذي كفاءة قتالية عالية، لا عن رغبة بغير أحد أو قتال أحد، وإنما ليحيي الأرض ويسلو الأرض ويذود عن حياض الوطن الذي أنقذ لأبنائه العزة واطمأن المواطنون فيه على عيشهم في أمن واستقرار. إننا دولة تسعى إلى السلام وتحترم حق الجوار وترعى الصديق، ولكن حاجتنا إلى الجيش القوي تبقى قائمة ومستمرة، ونحن نبني الجيش لا عن رغبة في غزو أو قتال، وإنما للدفاع عن أنفسنا. سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، إن قواتكم المسلحة تجدد العهد والولاء للقيادة الرشيدة، مؤكدين العزم على أن تكون الدروع
الدرع الواقي لهذا الوطن العظيم والحصن الحصين للاتحاد، وأن تظل دائما جنودا أوفياء للوطن ولقائد الوطن، وافين بالعهد بارين بالوعد حافظين للأمانة، نؤدي الواجب بهمة وعزيمة ونكران الذات. نحن اليوم لا ننسى التضحيات لشهداء الإمارات، رحم الله شهداء الإمارات. مشاهدينا الكرام، مستمعين الأفاضل عبر قنوات دولة الإمارات العربية المتحدة، كنا معكم في نقل حي ومباشر لهذا العرض العسكري الكبير، حصن الاتحاد السادس هنا من شرطة من إمارة رأس الخيمة. إلى اللقاء في احتفالات ومناسبات وطنية وعسكرية أخرى، نحن على موعد مع الإنجاز بإشراقة كل شمس. اللهم اجعل هذا الوطن آمنا مطمئنا. تقبلوا تحياتي، كنت معكم في التعليق الرائد حمد عبد الله الكعبي، وفي الإخراج ساعد ظافر الجنيدي. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقولة الشيخ سيد الله الجمال، لقد أنا حاجب كل شيء قوي في كفاءة الكفاية.